ترند الفضايح اللي مش هينتهي بتاع ام مسلم وجبوستي. الترند ما بقاش، او الفضايح ما بقتش على السوشيال ميديا فقط، بل بالعكس دي وصلت كمان للاعلام والبرامج على التلفزيون. تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهاردة. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل. بصراحة انا كنت قلت مش هتكلم في الموضوع ده تاني، لان الموضوع بوخ ومستخ قوي، وهما الاتنين سايقين البرود ولسه عايشين في الدور. بس بصراحة كل ما الواحد يقول خلاص هيسكت ومش هيتكلم تاني، نلاقي حاجة جديدة طلعت تستفز الواحد انه يطلع ويتكلم. طلعت أصالة في برنامج على صدى البلد مع الإعلامية نهال طايل، واتكلمت في حاجات كتير جدا ما كانتش اتكلمت فيها في اللايفات قبل كده، زي مثلا خدوا عندكم الست ام مسلم اللي الشيطان يرفع لها القبعة ويقول لها شابوه، بجد انت غلبتي الشيطان. الست ام مسلم ما شاء الله عليها، الست المؤمنة التقية، كانت بتختار لمي او اصالة زي ما انتوا عارفين، انا اسفة في الكلام اللي هقوله، البيبي دول اللي تلبسه او القميص اللي تلبسه لجبس مصر. وأصالة أثبتت ده بالفويسات، ولو دخلتوا على القناة علشان تشوفوا اللقاء اللي عملته مع الإعلامية نهال طايل هتسمعوا بنفسكم الكلام اللي أنا بقوله. وكانت أم مسلم دايما بتحب تختار لأصالة الحاجات العريانة أكتر، لأن عشان الفيو أو المشاهدات تعلى أكتر، ده رأيهم. ولما هي شتمت جبس مصر، ام مسلم لما شتمت جبس مصر لما راحت لقيته في الشقه على حسب المسلسل يعني، وتفت عليه، وبعد كده اصاله بتقول له انت ازاي تسمح ان ده يحصل وانها تتف عليك، قال لها مش مهم، المهم المشاهدات. عرفته ان المشاهدات اهم من الكرامه واهم من عزه النفس واهم من اي حاجه. زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، قصاد الفلوس مش مهم الشتيمه، الشتيمه تفوت ولا حد يموت. لما المذيعة سألت أصالة وقالت لها طيب الدموع والعياط والحمقى وكل ده كان إيه؟ قالت لها قطرة، كانت بتحط قطرة وتفتكر ابنها اللي مات وهاتك يا عياط. لكن هو كله على بعضه تمثيل في تمثيل، وكان كله بالاتفاق مع أم مسلم، وكانت أم مسلم بتبقى قاعدة في الأوضة جوه وهم بيصوروا الفيديو، اللي قعدت تحلف وتتقطع وتقول مش أم مسلم اللي تسيب جوزها يحضن ويبوس، وقعدت تقول له فين الشرقوية ودم الشرقوية. تمام، فين يا أم مسلم دم الشرقوية؟ يا ستي انت مش شرقوية، انت اي حد في الدنيا من اي مكان من اي محافظة في مصر، فين الكرامة وعزة النفس وفين غيرة الست على جوزها؟ قصاد الفلوس الغيرة بتنام، والضمير بياخد مخدر، والاخلاق بتروح مشوار، و استغفر الله العظيم يا رب الدين بيتركن على جنب، لكن المهم الفلوس. وكانت أصالة بتحكي وبتقول إن أم مسلم هي اللي كانت بتختار لها الفساتين، وقالت كل ما نعري أكتر كل ما الفيو يكتر أكتر، أو كل ما المشاهدات هتزيد أكتر. طيب يا ست الناس، مفيش ست في الدنيا، مفيش ست في الدنيا عندها كرامة وعندها دم وعندها إحساس وعندها دين هتطلع تجيب واحدة لجوزها يعمل انه متجوزها ويحضنها ويبص في ايديها ويقعد يتلزق فيها عشان خاطر الفلوس؟ تمثيل ايه وموهبة ايه اللي حضرتك طلعتي بعد وقت طويل قوي 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 طلعة تقولي انتوا المفروض تفرحولي عشان انا اديت الدور كويس مع جبس مصر، وتتمنولي ان يجيلي دور، وهو شايف نفسه موهوب. طب انا عايزة اقول لكم انتوا مش موهبين بربع جنيه حتى. اللي عايز يمثل هيلجأ لأماكن تانية عشان يمثل، مش هيروح يجيب واحدة ويتفق معاها ويعمل اللي بيعمله ويضحك على ملايين بيشوفوه وبيتفرجوا عليه، ولما الموضوع يتكشف يرجع يقول أصل احنا كنا بنمثل. حضرتك قلت ان ده دور وده تمثيل وكله كان بالاتفاق، وهي مش صاحبة ام مسلم الاتفاقات كلها كانت معايا. لا، هي سمعتنا الفويس كويس والناس كلها سمعت ان هي صاحبة ام مسلم من مطعم السمك،
مطعم السمك اللي انت كنت بتصالح فيه مسلم لما كنت عامل فيها مقلب من مقلبك قبل كده، وطلعنا الصورة قبل كده وانا وريتها لكم في فيديو قبل كده لما كان متصور مع كل الستاف بتاع المطعم وكانت من ضمنهم أصالة. انا كل كلامي ما فيهوش دفاع عن أصالة، انا كل كلامي بثبت او بفكركم او بعرفكم قد ايه الناس دول ما عندهمش اي مبادئ ولا احترام ولا اخلاق قصاد الفلوس، وما زالوا بيتعاملوا بمنتهى البرود وبيتجاهلوا كل شيء حاصل وبيتجاهلوا الفيلم اللي الناس عرفته الفيك اللي كانوا عاملينه، وكل الناس رفع حملة رجوع جبس مصر للصفر وهو شايف ان عادي ومش هيرجع للصفر وان هو ممتاز وراجل مية مية ودماغ مش عارفة ايه مش بتنام. لا انت معلش في الكلمة، انت مش راجل مية مية. الراجل اللي يقبل على نفسه انه يتف عليه ويتشتم ويتبهدل ويتهان عشان خاطر الفلوس ما يبقاش راجل. يعني في داهية الفلوس اللي هتيجي على حساب الكرامة، ما فكرتوش هتقولوا ايه لولادكم لما يشوفوا كل ده؟ هتضحكوا عليهم برضو وتقولوا تمثيل؟ انتوا لسه حابين تقنعوا نفسكم او تقنعوا الناس ان ده تمثيل، انتوا مش موهوبين بربع جنيه يا جماعة، واللي عايز يمثل بيمثل في مكان تاني. حضرتك اتحمقتي لما هو حضن أصالة او لما هو مش عارفة عمل ايه، وقلت احنا كنا متفقين وهو اخل بالاتفاق. طب وبالنسبة للبيبي دول والهدوم العريانة ايه؟ عادي عادي ان جوزك يشوف واحدة كده؟ مفيش مشكلة بالنسبة لك؟ يعني انتوا كنتوا عايزين تمدوا في المسلسل لست شهور قدام، كنتوا عايزين تفضلوا تخدعوا في الناس لست شهور قدام، ولما أصالة قلبت عشان اتخنقت واتضايقت من الكلام اللي قلتوه لانه وصل لولادها ووصل لابو اولادها، الموضوع كله اتفركش وطلعتوا ألفتوا واخدتوا كام يوم عشان تألفوا كدبة جديدة تكذبوا بيها على الناس ومستمرين في التمثيل، وانتي مخصماه وهو راح جابك وانتي برضو مش بتكلميه، مش فارق معانا كل ده. بتاع هو فرحان بنفسه قوي كل ما يطلع يتكلم يقول هو، الناس كلها قالت لها بلاش هو وهي قالت لا هو، يعني مش عارفة هتخرجوا الواحد عن شعوره وتخلوه يقول كلام ملوش لازمة انه يتقال. ياريت ياريت ترحموا الناس من القرف اللي انتوا بتعملوه، وكفاية بواخة وبرود عشان خاطر الفلوس، كفاية قلة ضمير وقلة دين عشان خاطر الفلوس، كفاية قلة اخلاق عشان خاطر الفلوس. الناس كلها بتطالب ان انتوا تتحاسبوا، وياريت كل الناس اللي بتعمل ترندات كذب على الناس تتحاسب، لان ده لعب بمشاعر المتابعين، لان في ناس كتير صدقت وكانت متعاطفة مع الست الشرقوية المحترمة ام طرحة وهدوم بكم، لكن عندها جوزها يشوف واحدة تانية بهدوم عريانة عادي، يحضن واحدة تانية عادي، اي حاجة عادي، ما فيش مشكلة بالنسبة لها. يا جماعة الست متدينة، انتوا بس مش واخدين بالكم. والنهاردة حضرتك كنت منزل وانت مسافر البلد، منزل وانت بتقول لولادك واخو مراتك يلا ندعي دعاء السفر، اللهم قوي ايمانك، والله الدمعة هتفر من عيني يا شيخ، اللهم قوي ايمانك. فبضم صوتي لصوت الناس اللي بتقول لازم يتحاسبوا، لان فعلا انتوا لازم تتحاسبوا عشان ما تتمادوش اكتر من كده، لان انتوا اللي خطر على المجتمع مش المواقع اللي بتاخد الفيديوهات وتنشرها، انتوا اللي خطر على المجتمع لان الفلوس عامت عينيكوا وعامت قلوبكوا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.